السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من تاني ونواصل في the last process the monitor communications. monitor communications قلنا هي ببساطة عملية مراقبة مدى نجاعة الخطة في الباب بتاع الكوميونيكيشن مانجمنت ومدى تناسق الخطة مع الواقع. الآن عندنا actual performance أداء فعلي حقيقي للكوميونيكيشنز، وفي السابق كان عندنا planning خطة، عملنا communication management plan وشفنا عندنا tools و techniques من خلال عملنا analysis وقيمنا الأداء. عندنا work performance reports تقارير جاتنا أثناء execution، فده الجانب اللي بيقوم برقابة the actual performance and the standards of performance. نحن كنا واضعين خطة لأنه ننجز أداء معين to provide communications strategy or communication information based on the stakeholder requirements. فلو مشينا فيها as per planning يبقى الخطة الآن يا جماعة ناجحة والخطة الآن مفيدة، ولو أخفقنا to meet the customer needs الخطة يا جماعة ليست مناسبة للبروجكت. طيب عشان ما نكتشف الخطأ مؤخرا لابد من فولو اب، لابد من متابعة step by step process by processes second by second minute by minute hour by hour day by day. لابد من continuous improvement أول بأول حتى تجنب الخطأ. طيب تجنب الخطأ يحتاج إلى data، لابد يا جماعة من معلومات، لابد من معلومات من خلال نقدر نحدد مدى مطابقة الخطة للواقع وإذا في أي difference في أي deviations في أي drawbacks نقوم بمعالجتها. لكن عشان نحدد حجم drawbacks لابد يا جماعة منه نعرف the defects وين، وين الإشكاليات، وين الخطأ، وين the defects، وين the deficiencies حتى نبدأ فيه إنه نعالجه. يبقى يا جماعة ده monitor communication أهمية الباب ببساطة. قال هي عندنا monitor communications is one and controlling communications to ensure the information needs of the project stakeholders are met. أهمية ال process يا جماعة قال to monitor and to control the communications. ليه؟ to ensure the information needs of the project stakeholders are met. نحن الآن قدرنا بحمد الله سبحانه وتعالى وصلنا للمطلوب او الغايه من الكوميونيكيشنز مانجمنت بلان عملناه قبل وحققنا ما يحتاجه الكاستمر او الستيك هولدر، وبالتالي كذلك من اهميته قال ensuring an optimal information flow among all communication participants at any moment in time. كذلك عاوزين نضمن انه الان تم انسياب المعلومه من السندر والريسيفر وthen we get a feedback. عملنا الكوميونيكيشن تكنولوجي، كوميونيكيشن ميثودز، كوميونيكيشن مودلز يا جماعه، الان دي ادت الى نوفر نظام بتاع انفورميشن فلو يتناسب مع طبيعه البروجكت وفقا ل بيس اون ذا كاستمر نيدز اور ذا كاستمر ريكويرمنتس. وكل البارتيسيبنتس كل الستيك هولدر اللي معانا الان يا جماعه قدروا يتواصلوا في اي وقت شاءوا، وبالتالي السيستم الان ادى الفعاليه بتاعته، والا نحتاج الى changes ونحتاج الى developments. طيب دي الان ببساطه طريقه التعامل معها. قلنا ال PMI في الغالب في كل process بدونا the inputs the tools and techniques and the outputs، والحمد لله كان يكون في مجمله في المجمل شرحناها كلها. على سبيل المثال عندنا في الانبوتس the project management plan و some documents ثم work performance data عشان نحلل، ثم بعدين حنجيب tools and techniques نعمل بها analysis and diagnosing، ثم في الاوتبوت حنطلع به نحول الورك performance data الى information ونشوف اذا في changes لابد منها. تعال معنا في التفصيل step by step. يبقى the first input كالمعتاد من ما عملنا 10.1 communication management plan الان هي تكون معنا كinput مباشر. وتلاحظ معايا يا جماعه دايما بيجي حاجه اسمها resource management plan، دي كانت في الباب التاسع. ليه كل مره جايه معنا هنا؟ احنا قلنا يا جماعه الباب ده مربوط ربط مباشر مع knowledge area number 9.
لأنه في البروجكت ريسورس مانجمنت هناخد ذا هيومن ريسورس مانجمنت اور ذا هيومن ريسورسز ونبدأ نعمل معاك كوميونيكيشنز مانجمنت. لذلك دايما تلقى معاك ذا ريسورس مانجمنت بلان، لا سيما ما يتعلق ب ذا بروجكت ذا هيومن ريسورس، ثم ذا كوميونيكيشنز مانجمنت بلان، الخطة طلعنا بها في البروسيس نمبر 1، ثم the stakeholder engagement plan، ودي قلنا حجينا من وين؟ من الباب ال 13، لأنه حيتداخلوا معانا والحاجة عملنا للتشيك والإنسبكشن وإلى آخرهم the stakeholder أو the representatives الممثلين عنهم. الآن معي مجموعة الدوكيومنتس الإيشو، لو قلنا لو أي شيء تم استحدث في ريسكس ظهرت ما كانت موجودة، نيو ريسكس في stakeholder قلنا كان موجود طلع أو نزل أو داخل المشروع كان ب 10% من الأسهم الآن بقى داخل بخمسار في المية، كل التشينجز لابد من متابعتها ولابد من مراجعة والاستفادة من the lessons learned، ثم the project communications ده كان output بتاع البروسيس السابق في manage communication، طلعنا ب project communications اللي عاوزين نجيبه ونخدعه على رقابة، بمعنى نشوف هل نحن ماشيين صح ولا ماشيين خطأ. كذلك معنا work performance data، سمينا بعد raw data، معلومات او تقارير مع كل ساعه كل دقيقه كل ثانيه. ثم لابد نراعي في الحسبان دي outside factors، دي enterprise environmental factors، the eaves، وتكلمنا عنها الحمد لله شرحناها ما فيه الكفايه. ثم معانا دي opas، the internal factors اللي بتاثر على الكوميونيكيشن مانجمنت سيستم بتاعنا. الان لابد من analysis، قلنا محتاج ل expert، ناس عندهم خبرات هم اللي هيحللوا، هم اللي هيتابعوا الكوميونيكيشن افشنسي، كوميونيكيشن بروفيشنسي، كوميونيكيشنز يعني الفيدباك اللي حصل اثناء الارسال والاستقبال والاشياء دي كلها. بنحتاج لبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، نوع الحاجه النوع السوشيال ميديا ولا الفيديو كونفرنسز الحاجه اللي بنستعملها الان. ثم داري البرزنتيشن، قلنا يا جماعه بنعرض المعلومات في شكل بتاع جرافيك ريبرزنتيشن، منا بنطلع ولا بد من مهاره سواء كان بيرسونال سواء كان تيم سكيلز، لابد من مهارات تساعد في عمليه التقييم والتحليل الكوميونيكيشن. هنا قد نحتاج ما الى انترفيوز، نقعد مع الناس، واحد يجي يشتكي لك يا اخي انا والله البتاع ده ما شغال، الواتساب بتاعي ده كل مره معلق وما بيستلم الرسائل، بيجيني رسائل بعد يومين حتجيني الان، دي عباره عن كوميونيكيشن بروبلمز، لابد نقعد معاه، لابد من نسمع عليه وعندنا اكتيف ليسننج وعندنا نيغوشيشن بصوره صحيحه وعندنا يعني سوابين للنولج حتى نعرف تماما the exact problem he's facing، ثم نقترح options ونختار the best options. ودي يا جماعه لابد من meetings وغيرها من الاشياء اللي من خلالها بنحلل the inputs during the execution. The outputs very simple، عندنا work performance data بموجب مراجعتنا وتحليلنا حولناه الى work performance information، يعني الان الكوميونيكيشن سيستم بتاعنا ماشي كيف، فعال، فعال بنسبه كم، واذا ما فعال ليه ما فعال، وعدم الفعاليه جاي من وين، وبالتالي المتوقع لحل المشكله شنو، والشخص المعني اللي هيحلها منه، ومتوقع الحل في كم يوم. دي كلها عباره عن work performance information، هي تحويل للwork performance data. لا شك انه بعد ما طلعنا بالانفورميشن هنتخذ قرارات changes ان كان السيستم فيه problems او امبروفمنت او كونتينوس امبروفمنت حتى لو ما كان في مشاكل. ونؤكد انه اي عمليه بتاع تشينجز يتبع شنو يا جماعه، يتبع ابديتس وكان في البروجكت مانجمنت بلان اور ابديت في الدوكيومنتس. كده بحمد الله سبحانه وتعالى اكملنا ما يتعلق بالبروجكت كوميونيكيشنز مانجمنت، وقلنا ذا بروجكت مانجر سبيند مور ذان 80% اوف هيز تايم كوميونيكيتينج كوردينيتينج اند سو اون اور ميك ميتينجز اند سو اون. اهميه الباب نوفر للقصة الستيك هولدر الريكويرمنتس بتاعتهم في وقتها فيما يتناسب بها بالوسيله المناسبه، ثم نعمل فولو اب اول باول اذا كان في اي ديفيشنسيز في السيستم نعالجها من خلال موتري اند كنترولينج، ونعمل فيدباك ونواصل في عمليه التحسين المستمر. استفدنا من الكيسز، والان نجي للاسئله من خلالها بتعكس مدى تقييمنا واستيعابنا للماده. اكيد حديكم نفس شويه ونواصل مع بعض، خليكم معنا، stay tuned. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.